إلى ذلك رفع رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح وأعضاء مجلس الأوقاف أسمى آيات الشكر والتقدير والاعتزاز إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يلونه من رعاية وعناية واهتمام بدور العبادة والمناسبات الدينية ولا سيما مراسم إحياء ذكرى عاشوراء. وأثنى مجلس الأوقاف الجعفرية خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم الخميس برئاسة سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح بما تضمنه الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى خلال استقبال جلالته لعدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية ورؤساء المآتم والهيئة العامة للمواكب الحسينية بلقاء جلالته يوم أمس وما اشتمل عليه من معان ومضامين تعظيما وتكريما لقيم الشريعة السمحة الداعية للمحبة والتآلف والاعتدال والتسامح وتأكيد جلالته بأن البحرين باحتضانها وتوقيرها وحمايتها للحريات الدينية بشعائرها المختلفة تعبر تعبيرا صادقا عن رحابة المجتمع وقدرة بلادنا على التعايش المتحضر في ماضيها وحاضرها لتبقى واحة إخاء ومنارة سلام. وفي هذا السياق ثمن المجلس المتابعة الشخصية لجلالة الملك وتوجيهاته الكريمة لوزارات الدولة وكافة الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل التسهيلات والخدمات لإحياء ذكرى عاشوراء، كما ثمن المجلس مكرمة جلالة الملك المفدى بدعم ومساندة الجمعيات الخيرية والمآتم والروضات الحسينية بهذه المناسبة. كما نوه المجلس بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بعدد من ممثلي المآتم الحسينية. وفي هذا الإطار قدم المجلس خالص عبارات الشكر والتقدير على الجهود التي قدمتها الحكومة الموقرة وأجهزتها المختلفة ولمتابعة وتوجيهات سموه. وأبدى المجلس اعتزازه بالنجاح الكبير الذي شهده موسم عاشوراء لهذا العام وذلك بالشراكة بين إدارة الأوقاف الجعفرية والجهات الحكومية والأهلية.